اهلا بحضراتكم مره تانية. وطبعا احنا من بدايه الحلقه كده بيكون عندنا استعراض سريع لحاله الطقس، لكن بيكون بالتفصيل في الحلقه. طبعا بنعرف درجات الحراره، واحنا شايفين ان في تحسن الى حد ما في حاله الطقس خلال اليومين اللي فاتوا. يعني كان في كده عاصفه ترابيه، وكان في جو تحس انت خارج من بيتك صح جمانه طالع على فرن على طول. الجو كان حر جدا، في سخونه في الجو. مش فكره فرن كمان، احنا شفنا الفيديوهات شاذلي بتاعت الرمله اللي كانت في الجو عامله ازاي، والعواصف الرمليه كمان. في ناس فعلا حتى اللي مش بتعاني من مشاكل في الصدر او في التنفس بسبب التراب ده كان عندها مشاكل فعلا من كتر ما الجو كان فيه تراب. كان الجو صعب جدا، الجو كان لونه اصفر. في ناس طبعا ستات البيوت كانت بتشتكي من ان هم كانوا بيفتحوا الشباك البيت كله. حصل. لا حصل. انا فتحت الشباك وحصل لي يعني ما لا يحمد عقباه بصراحه. قفلته على طول. استاذ جه شعره ابيض البرنامج. قفلته على طول. فيعني كان في مشاكل كده، بس الدنيا ابتدت تبقى اهدى شويه، ابتدت تبقى احسن شويه. هنعرف بقى كل التفاصيل دي، هل الدنيا فعلا بقت اهدى؟ هل العاصفه الترابيه دي خلصت؟ هل درجات الحراره تبقى احسن؟ نسمه الهواء بتاعت الصيف دي. الايه؟ نسمه الهواء الجميله بتاعت الصيف. هو في نسمه هواء في الصيف؟ ما هو ده اللي احنا عارفينه بصراحه يعني. طب يعني خلينا نعرف بقى التفاصيل دي من زميلتنا نايل الحمراوي اللي تقول لنا تفاصيل الطقس النهارده ايه. طبعا في نسمه صيف بالليل يا جماعه، اقعدي كده في البلكونه بالليل مستمتعي بالنسبه على حسب التفاصيل. والله يا هلا اليومين دول عشان بدا الجو يتحسن. يعني قبل كده كان التراب طبعا صعب جدا، وكانت الناس بتتفاعل مع هيئه الارصاد بشكل مباشر قبل اي خطوات، لكن دلوقتي الحمد لله في تحسن في الجو. وزي ما استعرضنا مع حضراتكم في بدايه الحلقه، هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان في تحسن كبير في الاحوال الجويه النهارده، علشان كده الطقس هيكون حر النهارده على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء. بالليل بقى الجو هيكون معتدل الحراره على كافه الانحاء. في كمان نشاط للرياح، وخلونا نعرف تفاصيل اكثر عن حاله الجو النهارده من الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه. هنحاول ان احنا نتواصل معاها، ولكن لحد ما نتواصل معاها هنستعرض درجات الحراره مع بعض، وهنبص كده على درجات الحراره. القاهره العظمى فيها 34 والصغرى 22، والعاصمه الاداريه 34 23، الاسكندريه 27 20، والعلمين الجديده 26 20، مطروح 26 19، دمياط 29 22، بورسعيد 27 21، والاسماعيليه 35 23. نروح للسويس، درجه الحراره العظمى هناك 34 والصغرى 21، وفي العريش 30 22، كاترين 27 16، وطابا 34 27، حلايب 36 28، وشلاتين 37 28، شرم الشيخ 38 26، والغردقه 37 27. في الفيوم العظمى 35 25، وفي بني سويف 36 24. في الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 29، اما في اسيوط فالعظمى 36 والصغرى 25. في سوهاج العظمى 39 والصغرى 27، وقنا 40 28. الاقصر 41 28، واسوان 42 29. ودلوقتي هنرجع نتواصل مع الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية علشان تطمننا على حالة الطقس بالتفصيل. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. طمنينا أخبار الجو النهاردة إيه، خاصة إن في تحسن في درجات الحرارة. التحسن ده مكمل معنا الفترة ولا هترجع لارتفاعات تانية؟ لا الحمد لله النهارده الجو استقر بشكل كبير في اغلب محافظات الجمهوريه. حصل انخفاض في درجات الحراره لان احنا هنتاثر بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. يمكن اغلب انحاء الجمهوريه هيحصل فيها انخفاض في درجات الحراره بحوالي قيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات. تعود درجات الحراره للمعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام. القاهره الكبرى ما بين 33 الى 34 درجه مئويه، المناطق الجنوبيه ايضا جنوب الصعيد تنخفض تكون 42 درجه مئويه. فبالتالي الطقس خلال فتره النهار بالفعل هيكون طقس مائل للحراره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، حر على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد. يبقى شديد الحراره على جنوب الصعيد فترات النهار، خاصه ان احنا كمان هنلاحظ زياده فترات سطوع اشعه الشمس. طب وبالليل؟ خلال فترات الليل ايضا الاجواء هتكون اجواء معتدله تماما. يمكن احنا الفتره الماضيه كان في ارتفاع في درجات الحراره الصغرى فتره الليل، لا درجه الحراره الصغرى تنخفض وتكون 23 درجه مئويه خلال فترات الليل. فبالتالي الاجواء تكون اجواء ربيعيه معتدله، اجواء لطيفه بالليل.
بالظبط نقعد في البلكونه زي نستمتع بالاجواء، لان حتى كمان نشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا هيكون في مناطق معينه او مناطق محدوده من السواحل الشماليه او جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، فبالتالي ما فيش اي اثاره للرمال والاتربه في الاجواء. الحمد لله الحمد لله، وده مكمل معانا ان شاء الله لحد يوم الاثنين القادم. استقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره حول المعدات، نقدر نستمتع بس فترات الظهيره بقدر الامكان ناخد بالنا. لو احنا هنبقى موجودين في الشارع يبقى معانا غطاء للراس شمسية أو كاب، لأن خلاص الأجواء الحارة فترة الظهيرة هي السنة طبيعي موجودة معنا بالفعل. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وعودة مرة تانية لشاذلي وجمانة وأخبار اللي هتحصل النهاردة. عندنا تفاصيل كتيرة يا هلا، طمنا على حالة الجو. الحمد لله. شكرا.